أنصح الإخوة، فأقول اجعل لك وقتا تقرأ فيه القرآن بتدبر. يعني لا بأس أن تقرأ القرآن تلاوة حتى تكثر من الختمات، واجعل لك وقتا تقرأ فيه القرآن بتدبر، اجعل لك ختمة تقرأ القرآن فيها بتدبر، فتجمع بين الحسنيين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. ومقصود الشيخ أنه السبب الأعظم الكافي ليلين قلب المؤمن وليخشع لله عز وجل. فوصيتي للمؤمنين والمؤمنات: عليكم بكتاب الله، اقرأوا القرآن، أكثروا من قراءته، واحرصوا على تدبر معانيه. ما أجمل يا أخي أن تحضر معك مثلا تفسير السعدي وأنت تقرأ القرآن، المعاني الظاهرة عندك الحمد لله، احتجت ترجع إلى الكتاب إلى التفسير وتقرأ وتعرف المعنى وتتدبر، فتكون من الخاشعين المخبتين.